مرحبا وألف مرحبا. اليوم رايحة نديكم معايا لبولونيا، لبولوني أوروبا الشرقية، باش نحضروا مع بعض هاد لو بيسكوي على كونفيتور ولا بيسكوي بالمربى، اللي رايح يكون بمقادير سهلة وبسيطة متواجدة في كل بيت، وطريقة عمل ولا أسهل، حتى تقنيات العمل تاعو يعني ما يطلب لناش دي تكنيك كومبليكي. تبعوا معايا هنايا المقادير. في إناء حطيت 150 غرام تاع الزبدة، تقدروا تستعملوا لا مارغارين اللي تكون ذو نوعية جيدة وتكون عندها الذوق تاع الزبدة. هنايا لا مارغارين ولا الزبدة تاعكم لازم تكون بحرارة المطبخ وتكون مقطعة قطع صغيرة. نسحق تانيك 150 غرام تاع الجبن الكريمي فروماج على كريم. انا استعملت هدايا اللي متواجد يعني في الاسواق وحتى السعر تاعو معقول. هنا رايحه ناخد علبة، والعلبة التانية ناخد منها اكثر من نص، بس على بالنا العلبة الوحدة فيها 90 غرام. نسحق 250 غرام تاع الفارينة يعني ما يعادل رطل فارينة، وتانيك ما يعادل زوج كيسان كيما شتو، يعني هنا راني قصت لكم بالكاس. نسحق الملح، لافاني والمعجون. المعجون هنايا ولا لا كونفيتور استعملت لا كونفيتور تاع الفراوله، وتانيك استعملت لا كونفيتور تاع التين، يعني مربى الفراوله ومربى التين. نسحق مغرفه تاع السكر سكر كريستاليزي، وزوج مغارف تاع السكر المسحوق سكر اون بودر. هنايا في اناء كيما شفتوا حطيت انايا الزبده ديالي اللي كانت كيما قلت لكم بلا تمبيراتور امبيونت، دونك 150 غرام تاع الزبده ولا لا مارغارين. نزيد معاها 150 غرام تاع الجبن الكريمي، نزيد معاها نخلطهم مليح، عفوا نخلطوهم مليح حتى تولي عندنا اون كريم اون بوماد. ومن بعد هذيك نزيد السكر، مغرفه تاع السكر لافاني اللي هي مغرفه تاع لافاني، ونضيف معاهم القرصه تاع الملح، نخلطهم مليح. ومن بعد باش نزيد هذوك الزوج كيسان تاع الفارينه، وهنايا نخلط بيدي، نخلط بصح ما نعجنش، دونك غير بصبعتي راني نخلط، يعني هاد لاباط ما لازمش نعجنوها باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. نخلطوا حتى يعني تنطم لنا كامل العجينه تاعنا. ومن بعد هذيك هنا شوفوا يعني فيها كميه معتبره تاع الزبده، دونك ما تخلعوش كي تجيكم هكذايا تتلاصق. هنايا حطيتها في كيس، حليتها شويه بالحلال ودخلتها في التلاجة على الاقل نصف ساعه، ولا تقدروا تانيك بوغ اكسيليري يعني باش تغاولوا بوغ فير فيت تقدروا تدخلوها المجمد مده ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. هاي لك هنايا بعد ما بردت لي لاباط، يعني من الضروري ديروا هاد الخطوه تاع التلاجة هاد ليتاب. هنايا رايحه نحلها، دونك سور لو بلان دو ترافاي دردرت الفارينه، بمعنى نرش الفارينه على سطح العمل، نحط العجينه تاعي ونزيد ندردر فوقها الفارينه، ومن بعد نحلها بالحلال. هنايا نحلها خشينه يعني ما تحلوهاش رقيقه، حوالي 5 ملم السمك ديالها. وهنايا ناخذ هاد القطاعه على شكل مربع، وين طول الضلع ديالو 8 سنتيمتر. نتوما اذا ما عندكمش هاد القطاعه تقدروا تو سامبلومون تستعملوا الموس، ولا تستعملوا القطاعه تاع البيتزا. هنايا تحصلت على مربعات كيما راكم تشوفوا، يكونوا خشان ويكونوا يعني كيما قلت لكم الطول تاعهم 8 ولا طول الضلع عفوا 8 سنتيمتر. هنايا رايحه نحط خط تاع المعجون اون دياغونال، يعني على محور المربع نحط كميه تاع المعجون. المعجون هنا ما تكثروش بزاف باش ما يسيلكمش يعني في الكوشه كي يكون يطيب. هنايا ناخذ هذيك الزاويه اللي قدام يعني المعجون وندورها على المعجون، ومن بعد بصبعي ندير فوقها الماء، يعني فوق هذيك الزاويه بدات ندير عليها الماء، نشمخها ونزيد نجيب الزاويه الاخرى ونحطها على هذيك الزاويه ونضغط عليها باش تلصق وما تتحلناش كي يكون يطيب لو غاتو تاعنا. دوك هنايا بنفس الطريقه راني نوري لكم كيفاش درت يعني الباقي هكذايا باش رايحين تفهموني كتر وكتر. دونك شوفوا هنايا كيفاش كروازيت هذوك الزوايا على المعجون، والزاويه الاولى توجور ما تنسوش ديروا لها الماء يعني باش تلصق بهذه الطريقه. انا استعملت هنايا معجون الفراوله ومعجون التين،
انتوما تقدروا تستعملوا المعجون اللي عندكم في الدار ولا المعجون اللي تحبوه. شوفوا هنايا الطريقه سهله، يعني هذه هي لا فورم الاصليه، هذه هي لا فورم اللي تميز هذا لو غاتو بولوني. حطيتهم في فرن يكون ساخن على 200 درجه، مده الطهي حوالي 20 حتى 25 دقيقه، يعني حتى تشوفوها خدات اللون الذهبي في لي كوتي كما راكم تشوفوا. و سي توتا في نورمال اذا سال لكم شويه هذاك المعجون هنايا، يعني نو فو بانيكي با. بعد هذايا حطيتها في صحن هكذاك هي دافيه، دردرت عليها سكر غلاسي كما راكم تشوفوا، دردرت عليها السكر يعني المسحوق. وبيان سور كما جرت العاده والعوايد مع صوفي سبيس ما نخليكمش تروحوا بلا ما نحل لكم وحده قدامكم. شوفوا هنايا كيفاش جاتنا هشيشه، كيفاش طوندغ، يعني هذاك لو غو تاع الزبده تاع لو بوغ اللي ترو برونونسي، ذوق الزبده حاضر بقوه، جات بنينه هايله ما فيهاش سكر داخل، يعني كيما شفتوا الحلاوه كامل جبتها من المعجون. شوفوا يعني الطريقه سهله بسيطه، تقدروا مام ديروها مع وليداتكم باسكو ما فيهاش دي تكنيك كومبليكي. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع لو بيسكوي بولوني ولا البيسكوي البولوني اللي يديروه بزاف في حفلات يعني اعياد الميلاد في لانوال. نقول لكم الى فيديو قادم، ما تنسونيش بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، لايك لا فيديو. مع الف سلامه.